لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. وصفتنا النهاردة للتخسيس، تخسيس الجسم، ازالة الكرش، تنحيف البطن. النهاردة وصفة سهلة، مكونات بسيطة جدا، طعمها هيبقى جميل ان شاء الله وهيعجبك بإذن الله. مكونات الوصفة بتاعتي سهلة جدا، يلا بينا هنقول مكونات الوصفة بتاعتنا. مكونات الوصفة بتاعتنا هحتاج كوب من الماء الدافئ، وهحتاج قطعة من الزنجبيل الأخضر زي ما انت شايفة كده. قطعة الزنجبيل الأخضر دي هنعمل فيها ايه بقى؟ هنبشرها في المبشرة، هنقشرها الأول وهنبشرها في المبشرة بتاعتنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب بعد ما نبشرها كده هنعمل ايه؟ بعد ما نبشرها انا طبعا مجهزة الحاجة عشان وقت الفيديو ميبقاش طويل، ونحاول نقصر وقت الفيديو على قد ما نقدر، ونقول فوائد بدل ما نقعد نعمل حاجات في الفيديو ونضيع الوقت. طيب ايه اللي احنا هنعمله بعد ما بشرنا بعد ما بشرنا الزنجبيل بتاعنا؟ هنعمل ايه؟ هنجيب المصفة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، وهحط اللي انا بشرته ده، وطبعا هنحط طبق تحت المصفى وهنصفيه كويس جدا، وناخد العصير اللي هيطلع منه وهيبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. هناخد عصير الزنجبيل اللي هيطلع ده، ومعايا هنا ربع معلقه من الكمون. يبقى دي المكونات بتاعتنا. قلت لكم انا عملتها ازاي، وخليت وطلعت عصير الزنجبيل ازاي، بشرته وصفيته وطلع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يلا بينا بقى نقول هنعمل الوصفة ازاي وهنستخدمها ازاي عشان نخس كده ونبقى زي القمر، ويبقى جسمنا رشيق ورياضي بدون اي تعب وبدون اي رجيم ان شاء الله. ادي كوب المية بتاعي اللي انا قلت لكم عليه، المية كوب مية دافئ، يعني ما يبقاش سخن قوي ولا بارد قوي، كوب مية دافئ. هاخد معلقتين من الزنجبيل اللي انا عصرته ده اهو، وهحطهم على المية بتاعتي، معلقتين اتنين بس اهو. الكمية اللي هتتبقى مني هحطها في علبة او في برطمان او في ازازة، واغطيها واحطها في التلاجة، ما تسيبهاش برا عشان ما تخسرش. يعني الكمية اللي انا ممكن اعصر كمية كبيرة واعمل عصير كتير من الزنجبيل واحطها في التلاجة عشان كل يوم اخد المعلقتين بتوعي على الكوباية اللي انا هقولك هتستخدميها ازاي دلوقتي. دلوقتي انا خدت معلقتين الزنجبيل اهو، ومعايا هنا ربع معلقه من الكمون، ربع معلقه بس، مش عايزاكي تكتري، يعني هي ربع معلقه كفايه قوي. وهنحط ربع المعلقه كده ونقلب بالشكل ده. لو انتي حابه مثلا تستطعمي يعني يبقى فيه طعم اكتر واحلى، ممكن تضيفي نص ليمونه فقط على الكوب بتاعك اهو، ممكن تضيفي نص ليمونه بس، وتشربي الكوب ده على غير الريق كل يوم الصبح، كل يوم قبل ما تفطري تشربي كوب من الوصفه اللي احنا عملناها دي كل يوم على غير الريق الصبح. هيخسس الكرش يا بنات، وهينزلك الوزن لو استمريتي على الوصفة دي شهر، مش هقولك اسبوع ولا اتنين، استمري عليها شهر هينزل 10 كيلو من وزنك ان شاء الله بإذن الله. تمشي عليها وهتشوفي نتائج ممتازة جدا. وصفة سهلة جدا، مكوناتنا بسيطة، موجودة عندنا كلنا في البيت. اتمنى ان انتوا تعملوها وتمشوا عليها. لو حابة برضو ان انت تشربي كوبايتين، لو عندك القدرة ان انت تشربي كوبايتين في اليوم يا يكون احسن وافضل طبعا. تشربي واحدة قبل الفطار بساعة وواحدة قبل ما تنامي، والله يا بنات هتجيب معاكي نتيجة ممتازة جدا ان شاء الله. الشباب برضو ممكن يستخدموا الوصفة دي، عشان الشباب بيزعلوا ويقولوا كل حاجة للبنات، لا والشباب كمان استخدموا الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. اذا عجبتكم الوصفة واستخدموها متنسوش لايك للفيديو، ومتنسوش تشيروها لكل اصحابكم، واكتبولي ارائكم واقتراحاتكم اللي تحبوا تشوفوها على قناتي، وان شاء الله بعملها لكم. واستنوني في وصفة جديدة مع جيجي كل حياتي.
لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.